لسه بنتابع مع حضراتكم الحادث الإرهابي الجبان اللي قامت بيه مجموعة من العناصر التكفيرية وهجموا على نقطة رفع مية في منطقة غرب سيناء وأسفر عن استشهاد ضابط وعشرة مجندين. على الهاتف بينضم لينا النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير يا أستاذ طارق. صباح النور أستاذ مصطفى، تحياتي لحضرتك. خالص أعزائنا طبعا لكل أسر الشهداء، وخليني أبدأ معاك من يعني استقبالك لهذا الخبر، كيف استقبلت حادث إحباط الهجوم الإرهابي في هذه المنطقة وتقديراتك، وربما أنت جاي ربما من زيارة للولايات المتحدة بعد يعني شفت يعني ردود الأفعال على مصر والتجربة المصرية هناك، تقديراتك لردود الأفعال الدولية على هذا الأمر تكون عاملة إزاي؟ نعم، يعني في البداية بأوني شهدائنا الذين استشهدوا وضحوا بأنفسهم من أجل أن يظل الوطن يحيا ونظل نحيا آمنين. والحقيقة أنه يعني هذا الحدث الجلل بيصبني بالحزن الشديد، لأنه من يسقطوا بطبيعة الحال من الشهداء ومن يستشهدوا هم في مقتبل العمر ومن الشباب. صحيح. وبالتالي يعني أي شاب بيشعر بالألم الشديد، بالذات لأنه هؤلاء ما زالوا في مقتبل الحياة وفي مقتبل العمر، لكن قدموا حياتهم من أجل أن نحيا ومن أجل أن يبقى الوقت. فكل التحية والتقدير لهم، وسيظلوا دائما أبدا أحياء عند ربهم يرزقون، ولن ننساهم أبدا ولن ننسى تضحياتهم، وستظل دماءهم حافز لنا أن نواجه وأن نستمر في المواجهة وأن نقضي على هذا الإرهاب الذي يحاول أن يعرقل مصر منذ سنوات، لكن مصر صامدة استطاعت أن تكثر الكثير من التنظيمات الإرهابية. لماذا يعني هذا الإرهاب مستميت في استهداف مصر؟ لأن مصر الركيزة الأساسية في هذه المنطقة. إذا لا قدر الله سقطت مصر، سقطت هذه المنطقة لعشرات السنين، وبالتالي ده بيوضح أسباب استمرار استهداف الإرهاب لمصر. ورغم كل ذلك، عشان نكون يعني منصفين، مصر حققت نجاحات مبهرة في عمليات مكافحة الإرهاب، وكله بتضحيات أبناء مصر، لكن ما زال الإرهاب الغاشم من فترة إلى أخرى يحاول استهداف، يحاول تصوير أن الإرهاب ما زال موجود بشكل كبير، أنه الإرهاب ما زال يعني يحاول أن يقدم رسائل للاستهداف المعنوي، لكن هيهات هذا لن يحدث. مصر استطاعت أن تنجح رغم كل التحديات. صحيح. فمصر دولة موجودة في منطقة تموج بالتنظيمات الإرهابية وبالصراعات، ورغم كل ذلك استطاعت مصر أن تنجح وأن تقدم الكثير والكثير. صحيح سيادة نائب، ويمكن الدولة المصرية بتخوض المعركة بالتوازي، معركة يعني دحر العمليات الإرهابية والقضاء على الجماعات الإرهابية، وأيضا معركة التنمية وخصوصا في سيناء. نعم أستاذة هدير، هو بالفعل زي ما حضرتك تتفضلي، احنا التحدي الكبير والحقيقة انه ده معبر عن أسباب استهداف الإرهابيين لمنطقة تنموية، هو بالأساس بيعبر عن الألم الشديد اللي للتنظيمات الإرهابية، فإن عملية التنمية والعمليات التنموية اللي بتتم في سيناء هي من أكبر التحركات في مواجهة ومكافحة الإرهاب. والحقيقة أنه ده كان من النجاحات الكبرى للقيادة السياسية، أنه لم يكن التركيز فقط على مكافحة الإرهاب من الناحية الأمنية، وإنما أيضا امتد للمكافحة الإرهاب بالتنمية، لأنه مع وجود التنمية مساحات الإرهاب تنحصر وتقل ويتم تضييق الخناق عليها، فيبدو أن عمليات التنمية الواسعة هي بتشعر الإرهاب بالخوف وقرب انتهاء، تصنع حالة من الحصار، وبالتالي هم بيسعوا لاستهداف
اي تنميه. صحيح. سياده النائب، يعني وانت لك صولات وجولات في لجنه العلاقات الخارجيه في البرلمان المصري على مدى دورتين متتاليتين، وبالتاكيد الدبلوماسيه البرلمانيه بتلعب دور لان هي بتقابل كل شخصيات العالم. التجربه المصريه في مكافحه الارهاب تجربه فريده، وربما انت لسه عايد من زياره من الولايات المتحده. ازاي رصدت ردود الافعال حول الدور المصري في مكافحه الارهاب؟ يعني نحن نحارب الارهاب نيابه عن العالم، ده مش عنوان ومش بطوله، ده كل عارف يعلم هذا جيدا ويدرك ذلك جيدا، واحنا اكتر من نكتوي بنار الارهاب في المنطقه، واحنا اكتر جيش بيدفع ثمن ده من ولاده. شفت ازاي ردود الافعال يعني من خلال مقابلاتك على هذا الامر؟ نعم يا استاذ مصطفى، فعلا انا عدت للتو من الولايات المتحده الامريكيه في لقاءات متعدده، والحقيقه انه يعني لو عرف المصريون كيف ينظر لنا الاخر، هم دائما ينظروا لمصر نظره عظيمه، ان هذه الدوله دولة استطاعت أن تصنع ما لم يصنعه أحد، واجهت كل التحديات بكل الحسابات. لا يمكن أن مصر تستطيع أن تفعل ما فعلته في عمليات مكافحة الإرهاب، في التنمية، في القدرة على مواجهة تحديات غير مسبوقة أمام أي دولة، وتحديات غير مسبوقة في منطقة بتموج بالصراعات. الحقيقة أنه المجتمع الدولي والبلدان ذات التأثير في السياسة الدولية بينظروا أن مصر هي ركيزة الأساسية لاستقرار هذه المنطقة، أنه وجود رؤية بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتعرض مصر لاضطرابات، لأنه ده هيعرض المنطقة وهيهدد السلم والأمن الدوليين بالكامل. مصر موجودة في منطقة جغرافيا تربط بين أكثر من قارة، محيط الأورو متوسطي، وبالتالي هناك دائما يعني يقين أوروبي بأن استقرار مصر هو استقرار للأمن الأوروبي نفسه ولجنوب المتوسط، وبالتالي كل البلدان تنظر لمصر نظرة بأن هذه الدولة دولة عظيمة استطاعت بتضحيات أبنائها أن تفعل ما لم يفعله أحد من قبل، أن تواجه تحديات غير مسبوقة، أنه مصر بمكافحتها الإرهاب هي تكافح الإرهاب نيابة عن العالم، وتكون أو تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ونحن كل مصري دائما يفخر وكل ثقة في قواتنا المسلحة أنه سنستطيع دحر الإرهاب والقضاء عليه تماما، وأنه أنا في رأيي أن الإرهاب يعني يحاول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أن يعني بهذه العمليات أنه يصدر أنه ما زال موجود وما زال له قدرة. هذا غير صحيح، الإرهاب ينحصر جدا ويعني يتم القضاء عليه بشكل كامل، وإنما هي لحظات اللي بيسعى فيها الإرهاب أثناء ما بيلفظ أنفاسه الأخيرة أن يعلن فقط أنه يعني ما زال قوي أو موجود، وهذا غير صحيح. في القريب العاجل ينتهي هذا الأمر بالكامل، لكن لا يفوتنا أنه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول الكبرى بتحدث فيها عمليات إرهاب من فترة إلى أخرى، وبالتالي في ظل وجود تنظيمات إرهابية، في ظل أن المجتمع الدولي لم يتعامل مع قضية الإرهاب بشكل يعني بنشعر فيه من خلاله بتضافر كل جهود المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب بالكامل، صحيح بتحدث عمليات إرهابية هنا وهناك في كل أنحاء العالم، فلا دولة آمنة 100%. صحيح، ويمكن ده كان المجتمع الدولي لم يتوجه للقضاء على الإرهاب. صحيح، يمكن كمان ده كان ووجود إرادة دولية لذلك موجود في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2019 قبل الإغلاق. كان الحديث عن اجتثاث جذور الإرهاب وتكثيف منابع تمويل الإرهاب. لكن عايز أعرف من حضرتك سيادة النائب كواليس لقاءات حضرتك في الولايات المتحدة الأمريكية، عن ماذا تحدثتم؟ كيف هي الرؤية تجاه ما يحدث الآن والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية الناتجة عن هذا؟ يعني هو طبعا في هذه الزيارة كان التركيز أكثر على لقاء الجالية المصرية في الجاليات المصرية في عدد من الولايات الأمريكية، والحقيقة أنه يعني من أولا يعني أنا بشعر بالفقر الشديد
وجود يعني شخصيات مصرية في مراكز مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجامعات وفي مراكز لصنع القرار. والحقيقة أنه يعني بكل النظرة إلى مصر بتعول على أنه مصر تستطيع أنه يعني تقدم المزيد والمزيد كنموذج يحتذى به أمام العالم، وإضافة لذلك أنه الارتباط الدائم لدى أي مصري في الخارج بما يحدث في مصر. وأنا انبهرت بأنه هناك اطلاع لدى الجميع، كل المصريين والجاليات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، الاطلاع اليومي عن مجريات ما يحدث في مصر وتعلق قلوب الجميع بما يجري ومناقشة الكثير من القضايا التي يمكن من خلالها الاستفادة القصوى والاستفادة الأكبر من أبناء مصر في الخارج. إضافة لده إحنا طبعا مسألة صحيح. الأزمة الروسية الأوكرانية هي محل حديث دائما، سواء كان في لقاءاتنا مع المسؤولين الأمريكيين أو الأوروبيين أو حتى الروس على مدار الفترة الماضية، وعقدنا العديد والعديد من اللقاءات. بالتأكيد الموقف المصري موقف واضح من ضرورة اللجوء دائما للحل السياسي التعامل مع مثل هذه الأزمات. لكن طبعا هذه الأزمة لها انعكاسات تحاول الدولة المصرية أن تعالجها سريع، ولها انعكاسات اقتصادية بالتحديد. فنعمل على مواجهتها والقدرة على يعني التعامل معها بأقل ضرر ممكن. طيب سيادة النائب، يعني وأنت يعني ربما كان ليك كلمة مهمة جدا في الحلقة الوثائقية الأخيرة من مسلسل الاختيار، بما أنك كنت يعني شاهد عيان على هذه الحقبة المهمة من تاريخ مصر، بالتأكيد تأثير الاختيار موجع والعائدون وكل الدراما المصرية أو الوجبة الدرامية الرمضانية الدسمة اللي كشفت حقائق كتير جدا، تعتقد أن في علاقة ما بين ما حدث من كشف لهذه التسجيلات والتآمر والخيانة اللي كانت واضحة وضوح بين يعني، وما بين استهداف هذا الاستهداف الجبان الخسيس اللي ضرب نقطة ربما يعني تكون ضعيفة التأمين وهي نقطة رفع مياه، تفتكر ان في علاقة ما بين الاثنين يا فندم؟ انا بشكرك يا استاذ مصطفى على هذا الربط، لانه فعلا انا في اعتقادي ان الربط موجود. لو احنا بنتابع التنظيمات الإرهابية في العالم وفي المنطقة تحديدا، هنجد انه هذه التنظيمات بتعتمد على أبواق إعلامية بالذات بتبث عبر الإنترنت. فالحقيقة أنه ده شاغل بال الإرهاب بحد كبير والتنظيمات الإرهابية والجماعات الإخوان، هي بكل الأحوال بالنسبة لعالم التنظيمات الإرهابية هي الجماعة الأم. صحيح. هي الجماعة الأم التي خرجت منها كل التنظيمات الإرهابية في العالم. فبالتالي ولو نتذكر كمان كلمات بعض قيادات جماعة الإخوان عندما قامت ثورة 30 من يونيو، كانوا بيهددوا بأعمال عنف في سيناء في حال ما تم إسقاط محمد مرسي. فدائما الربط موجود ما بين يعني المواجهة الفكرية والجزء منها الجانب الدرامي اللي متعلق بتجسيد وتوثيق ما حدث. هو بالتأكيد أصاب جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية بألم شديد، لأنه يعني هذا العمل الدرامي الوثائقي هو جسد لحظة بلحظة كل حقيقة ما حدث وخطوة بخطوة ما تم. بعض اللحظات أو اللقطات المذاعة لبعض قيادات الجماعة الإخوان وهم بيتحدثوا بشكل اتضح من خلاله كيف كانوا هؤلاء يعني كانوا بيسعوا لاختطاف مصر، كيف كانوا يتعاملوا مع الأمور بدناءة شديدة، وبالتالي انكشف وضعهم أمام الرأي العام ليس في مصر فحسب وإنما أمام العالم كله. فبالتالي ده كان مسعى منهم لمحاولات الرد على هذا العمل الذي فضحهم أمام الجميع والذي وضح حقيقة صورتهم. صحيح. اللي بيسعوا لتزييفها طوال الوقت وارتداء لحى مصطنعة بيحاولوا من خلفها أن يصدروا صورة غير حقيقية عن مسعاهم وعن ما يسعوا ليه. بالتأكيد أنه المواجهة العميقة
الفكرية العقائدية ما بين من يؤمن بالوطن ومن لا يؤمن بالوطن، من يضحي ويموت من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، صحيح، ومن يسعى لخراب الأوطان. هذه المواجهة مواجهة جزء منها عسكري، جزء منها سياسي، جزء منها فكري، جزء منها متعلق بالإعلام وبالدراما. فنحن في مواجهة شاملة. مصر تصدرت في هذه المواجهة لتكافح الإرهاب بكل الأوجه وتسعى للقضاء عليه، لكن ما زال على العالم مسؤولية أن يتحرك وأن يكون هناك إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب وللقضاء عليه والكف عن استخدام الإرهاب من بعض الأطراف لإحراز مكتسبات سياسية أو لتغيير أوجه بعض المناطق في العالم. هذه مسألة في منتهى الخطورة، ويجب أن يدرك المجتمع الدولي أن من يستخدم أي طرف سيستخدم الإرهاب سيكتوي بنيرانه يوما ما. بكل تأكيد بنشكر سيادتك سيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي يا فندم.